ارجو ان ما تكوني ما لم اقل. نعم. ما قلت ما قلت تلبس جلد. خل نسمع استاذ سمح. انا معالج بلندن. معالج بلندن. بس اسمح لي. انت معالج بلندن؟ من سمح لك بالعلاج بلندن؟ اتهمني بالمجنون. وهيجي. يعني انا ما تجاوزت عليك استاذي. لم اتهمك بالجنون، لكن الحديث عن الغيبيات بهذه الطريقه بدون ادله علميه هو يثير علامة استفهام كبيرة. عندك أدلة علمية، عندك مصطلحات دا تحكيها الناس ما تفهمها. الموضوع لك في الاهرامات، في سلالة أور، في سلالة بابل، هذا رصد الأطباء يموتون والعلماء يموتون. الآن هذا أمر مختلف. إذا نتحدث عن نفس الحالة هم دخول الجن في هذا الشيء. لا، الجن بلدان العالم كلها تتكلم على الجن. طيب إذا كان الجن يعني موجود في كل المجتمعات، ليش مستقر أكثر شيء بمجتمعنا؟ هو عادة هذه الظاهرة تنتشر. أنا معالج بلندن. معالج بلندن. بس اسمح لي. أنت معالج بلندن؟ من سمح لك بالعلاج بلندن؟ يعني عندك إجازة لممارسة العلاج في لندن؟ لا، إحنا نحكي أدلة علمية. يعني هو مو شرط إنه الإجازة. هو بدون إجازة. أستاذ غزوان، حتى في العراق أنت من منحك الإجازة؟ أنا بدون ماكو شيء بدون إجازة. هذه خلينا نسمع. دكتور يعني شنو وجهة نظرة؟ هذا خلينا نتكلم وياك دكتور. عذرا يعني. تفضل. أنت أخ عزيز إن شاء الله. دكتور، إنه اتصل أحد الأصدقاء موجود هسه يسمعني وجزء بعده وياي على الاتصال، قال أنا زوجتي عندنا أحداث بالبيت، دا فقد أشياء بالبيت، ودا تحترق أشياء بالبيت، ودا تصير أشياء عندنا ببيتنا، وأني جاي مغترب هنا وهاي الحالة دا تصير، وجبت ناس أفارقة من حلت المشكلة. أنت عراقي وأخونا تعالنا، وأنا سامعين بيك، وأنا معالج أكثر من شخص بالعراق موجودين، ومعالج يعني ناس كبار يعني بالدولة، كبار بالدولة معالج ماني، فأطباء منهم من ضمنهم طبيب أنا عالجته ويشهد شهادة أنه في مستشفى الكاظمية. طيب اللي صار بلندن، وإحنا سنسرين باقي معانا حتى نتحول. نعم. صار بلندن ورحت عالجت وانشالت هاي الأحداث اللي تصير عندهم ورجع الزوجة طبيعية. شنو الطريقة؟ خلينا خلي المشاهد يطلع وياك. رقية شرعية، رقية وأبخرة خاصة، وقريت بالبيت وفطقوس خاصة فعلتها بالبيت. البيت الحمد لله والشكر رجع طبيعي. طيب في البلدان طبيعي. أنا أتحدث في البلدان غير المسلمة. نعم. كيف يتم علاج هذا الأمر إذا لم يكن لديهم قرآن ورقية شرعية؟ أوكي، دهن عالجهم. أنا باليونان عالجت في القرآن. أنا داشي في البلدان عامة. هو الآن الصين. الصين. استاذ سلمى. هسه استاذ سلمى. إحنا هسه وجهات النظر صارت واضحة. استاذ سلمى. يعني. الوسطي خلينا نقول حضرتك. يعني الأستاذ اتهمني بالمجنون. وهيجي. يعني أنا ما تجاوزت عليك أستاذي. لم أتهمك بالجنون، لكن الحديث عن الغيبيات بهذه الطريقة بدون أدلة علمية هو يثير علامة استفهام كبيرة. عندك أدلة علمية، عندك مصطلحات دا تحكيها الناس ما تفهمها. أستاذ إذا قدامك ثلاث شهادات عنده، والآن أنا ماجستير قانون، يعني مو شخص ما يعرف القانون. ما له علاقة. أنت من تتحدث. أنت لما تحكي بالبارا سايكولوجي. ممتاز. البارا سايكولوجي. البارا سايكولوجي حقيقة هو لا تنطبق عليه شروط العلم عالميا. لا تنطبق عليه شروط العلم. شروط العلم الوصف التفسير التحكم. حتى لنكون دقيقين، الدكتور تحدث عن الوصف العالمي. ف غلط، ماكو شيء وصف عالمي. شنو لحظه بس خليني اكمل لك شيء. اولا منو قال بالمجتمع الخارجي ماكو مرضى نفسيين؟ مو ما قلنا ماكو مرضى نفسيين. لا ارجو ما تكوني ما لم اقل. ما قلت تلبس جلد. خلينا نسمع استاذ سلمى. حضرتك بدك تتكلم عن علاج، العلاج من يقوم به؟ الاطباء النفسانيين. منو قال لك العلاج مال الاطباء النفسانيين بالدول الغربيه علاج ناجح؟ الناس بالمجتمع الغربي اغلبهم مرضى نفسيين. الله يخليك، راح اوضح لك فتح حاله معينه. انا اعيش حياتي اغلبها بالخارج. نعم. اللي يروحون للطبيب النفساني، اللي يروح اما يريد يفضفض يحكي، تلاحظ شلون؟ وهناك بالنسبه لهم عاده يتقبلون النصيحه، فالطبيب النفساني يعطي بس نصيحه، والنصائح عندنا ما تجيب نتيجه. احنا عندنا كمجتمع شرقي دا احكي. اذا هو جزء من العلاج بالنسبه للغربي. اي يقوم بالنصيحه. لان النصيحه هذا ذكر الدكتور. لا يعني لا خلي اكمل انه هذا العلاج موجود نفسي. او يروح ينطي مهدئات، وهاي المهدئات تفيده من جانب، تهدئ اذا كان عنده اعصاب وما ذاك، بس تضر من جانب ثاني، ضعف مناعته. او يروح للحاله الثالثه، يريد ما يريد يشتغل حتى ياخذ تقارير طبيه، تلاحظ شلون؟ ويقعد على الضمان. هذا الاتفاق. فالقصد اللي اريد اوصله انه بالمجتمع الغربي اغلبهم مرضى نفسيين، هم نفسهم الاشخاص نفسهم مرضى نفسيين. يعني يروحون للطبيب ومسكونين بالجسم، يروحون للطبيب النفساني ما يعالجهم. استاذ منسوسين، هذا شيء اخر. ما يعالجهم الاستاذ يعني
تحكي عن علاج. ما عندكم علاج استاذ. اقول لك يا بصراحه الناس تروح للروحانيين تتجه، لانه الروحانيين يناغمون روحيتهم. المشكله انت لما تجي تبعد الجانب الروحي للانسان، الجانب الروحي اهم من هذه الامور اللي نحكي عليها احنا مصطلحات. انا تجي مريم من اهل الله، شنو اجي اعالجها بنظريه فرويد لنظريات ادلر لنظريات ما حضرتك هسه في حتى الدواء انه ما يعالج. لا انفي الدواء، لا 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 انفي الدواء، لكن انا اتفاعل مع الشخص اعتمادا على 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 وجهه نظره وعلى طبقته وعلى عقليته. الان انا ليش احكي هذا الكلام؟ لانه الدكتور اتهمني واتهم ابو غزوان بالجنون وفق منظمه الصحه العالميه. ايش مدري الصحه العالميه ايش تقول؟ اكرر انا ما قلت الجنون، ما قلت خلي يوضح. ما يصير يعني احنا قاعدين في جلسه عذرا. لا لا احنا ما جاء، انا ما تجاوزت صراحه. لا لا ما كنت اتجاوز، وما اعطيتني مجال ان اتحدث عن الباراسيكولوجي واصف الحاله. هم راح ندخل متى انت قلت امام علامه استفهام كبير، لان الحديث عن الغيبيات الصحه العالميه منظمه الصحه العالميه يرجع للدليل مالتهم. اي دليل مالتهم؟ شنو الدليل مالتهم؟ يصنف الامراض النفسيه، يصنف الامراض العقليه. اي مو نفسي هاي، هذا المرض مو نفسي استاذ، مو نفسي هذا. من وجهه نظرك انت من وجهه نظرك الدور روحاني، ومن وجهه نظرك الدور انت هسه من تنفي العلاجات كانما تنسف كل مستشفيات الطب النفسي. انت قلت دكتور كمان ما دام في علاجات بس الحاله حتى لك حاله نفسيه بالمهدئات، وهي علاجات وليست مهدئات، هذا فرق. نعم دكتور كمال، بس انطينا مجال. حاليا سن ما تحدثت قبل قليل انه كثير من المصابين والاطباء ما دا يلقوا لهم حل، الحل عند الروحاني. اي شخص انا كشخص يتصل بي اول سؤال اساله، رحت للطبيب اول سؤال. نعم. الطبيب العضوي البشري. نعم. مو النفساني. نعم رحت ودبيت فلوس وما ادري شنو الى اخره، كل شيء ما سوالي. السؤال الثاني، راجع الطبيب نفساني، والله رحت ودبيت فلوس وكل شيء ماكو. طيب نرجع، اذا ماكو طب عضوي ماكو طب نفسي، نعم ابحث الحاله مالتك، اجي ابحثها، ارجع الى تاريخ الشخص نفسه. تاريخه شنو؟ كلام جميل، ممكن تكون اضطرابات نفسية، ممكن كذا، لكن علينا أن نبحث هذه الشخصية اللي أمامنا. ما ممكن نجي نسفه الروحانيات، هاي الروحانيات العلوم العظيمة، وبنفس الوقت ما ممكن نعتمد عليها بشكل كلي. ممتاز ممتاز. لا احنا ليش أنا أخذت الحالة الوسطية؟ لأنه ناخذ كل الأمور، ناخذها من كل المجريات.